السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم إن شاء الله غادي نشترك معكم ألذ وأبسط طاجين اللي كيجي لذيذ بزاف، وجربوا المقادير كما هي وإن شاء الله غادي يعجبكم. علاش قلت لكم غادي يعجبكم؟ كنأكد بأنه غادي يعجبكم، لأن اللي داقو كيعجبو، لدرجة أن شي مرات هاد الطاجين هذا كنقدر مثلا ندير الشوا ونقدم هاد الطاجين مرافق الشواء، ولا كنكون درت الحوت وكندير هذا حتى هو بوحدو هكذا بلا لحم بلا حتى شي حاجه، ما تنديرش مع اللحم كاع. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، خاصه كنحضروا في ايامات البرد. المقادير اللي غادي نستعمل غير خيزو وجبانه، صافي هادو هما المقادير ديال هاد الطويجين هذا. هنا كنحتاج شويه ديال السودانيه، شويه ديال الكمون، غير شويه ماشي بزاف، ومعلقة ديال الكركم، معلقة ديال الزنجبيل اللي هو سكنجبير، وقبيصة ديال البزار الفلفل الأبيض، ومعلقة ديال الملح. وهنا كندير فيه واحد الكمية كبيرة ديال الثومة، تقريبا راس كبير ديال الثومة، ولكن غير في أيامات البرد. إلا كنتو غتحضرو في أيامات يعني الصيف، كديرو غير ثلاثة ديال الفصوص ديال الثوم كافيين. وهنا نصف حامضة مرقدة. هنا عندي هاد المزيود ديال الحار، هذا كيبقى بطبيعه الحال على حسب الذوق ديالكم. وكنقطعوا هنا خيزو هكا دوائر، كنحطوهم لتحت، غتشوفوا ان شاء الله كيفاش غنحضروا. ومحتاجين خيزو يكون مقطع بهذا الشكل هذا، صافي. وجلبانه وتقريبا نصف كاس ديال الماء. ندوزوا دابا طريقه التحضير. بسم الله. طريقه التحضير، غادي ناخذوا هاد خيزو اللي قطعناه هكذا دوائر، هو اللي غادي نحطوه لتحت. هاد الطريقه هذه مزيانه للناس اللي عندهم طاجين كيلصق بهاد الطريقه هذه، ما كيلصقش. صافي، غادي نوضعوا الطاجين على جنب. كيف ما كتشوفوا معايا انا دابا هنا حكيت الثومه. الا كان عندكم الثومه القلب ديالها يعني اللون ديالو خضر، ولا ما كيعجبكمش الجهد ديالها بزاف، لبغيتو تنقصوا منها الجهد كتزولوا غير داك القلب ديالها وكينقص ليها الجهد. هنا كناخذوا ديك التوابل كلها كنوضعوها هكذا، صافي. والماء هذا كنطيبو بلا زيت، يعني حتى كيطيب عاد كنضيف الزيت العود من الفوق، يعني زيت الزيتون. كناخذ خيزو كنوضعو هكذا، نشرب الخيزو اللي هو الجزر. بالنسبة للقزبر والمعدنوس حتى هما حتى الأخير، صافي. كنجيب طاجينة وكنبدا نستف في خيزو هكذا، يعني طاجين بسيط جدا. الطاجين عندي غارق شويه ولكن معليش، غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل ان شاء الله الدائره كامله ديال هاد الطويجين هذا. من بعد ما كملت الكميه اللي كانت عندي ديال الخيزو، دابا غناخذ جلبانه حتى هي غنسمها. الجلبانه كانت عندي في الكونجيلاتور، جبانة وكنوضعها في الوسط هكذا على هذا الشكل هذا. وصافي، اخر حاجه، اخر مرحله هي هاد المزيود ديال الحار، فلفله حاره والحامض المصير هكذا، صافي. كنسدو عليه، صافي، وكنسدو عليه وكنخليوه، كنقصو عليه وكنخليوه يطيب على خاطرو، ما كياخذش الوقت بزاف، دغيا كيوجد. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد.
صافي ها هو الطاجين ديالي وجد. هذا الطاجين من النجاح ديالو ما خصوش يكون فيه الماء، ما خصو يعني لان ما فيه لا بصله لا مطيشه لا حتى حاجه، خصو يكون ناشف يعني فيه غير قطيره ملي كيطيب. ها نتوما كتشوفوا شحال فاش كيبان لكم غير قطيره يعني ماشي بزاف، غير شي شويه ديال الماء. الا كان فيه الماء بزاف ما تيجيش بنين بزاف. صافي وضروري هاد الطاجين بما ان ما فيش اللحم ما فيش الغرا، ضروري ضروري ما كنضيفو تقريبا شي نص كاس ديال زيت الزيتون، وكنخليه هو الاخر باش كنحافظوا ديك نحافظوا على البنه ديال زيت الزيتون. وهاد زيت الزيتون هو اللي غادي يزينو. وفي نفس الوقت كيعطي واحد اللمعان من الفوق. صافي كناخذوا القزبر والمعدنوس نضيفهم من الفوق. اللي ما كيعجبوش المذاق فتي ديال 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 القزبر والمعدنوس هكذا يعني قبل ما يكمل الطياب ديالو كنضيفوه واحد شويه، كنخليه واحد 5 دقائق وصافي وكيطيب. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين. كنتمنى ان شاء الله تجربوه بنفس المقادير. وبالنسبه للثومة كاين الناس اللي ما كتعجبهمش، الا ما كتعجبكمش يعني ضيفوا غير كميه قليله. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. الى حلقه جديده ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.